السلام عليكم طالبات المرحلة الخامسة، راح نبدي بمادة الكورس الثاني من درس الفيزياء. الفصل اللي وصلنا له هو الفصل السادس، يتكون من جزئين، الجزء الأول اللي هو الحركة الدائرية اللي راح تكون درسنا، الجزء الآخر الثاني اللي هو الحركة الدورانية. هذا الفصل اللي راح يكون عنوانه الفصل السادس، من مدرسة أشتار الأهلية للبنات. الحركة الدائرية راح أعطي التعريف وبعدين نتدرج بالمواضيع كيف توصلنا إلى هذا التعريف. الحركة الدائرية هي حركة الجسم على مسار دائري يبعد ببعد معين عن مركز الدوران، أي حركة الجسم على ماذا؟ على مسار دائري. عند دوران جسم جاسب، بنعرف من المقصود بالجسم الجاسب. الجسم الجاسب هو جسم غير قابل للتشويه والتشكيل، يعني مثلا اي جسم اثر عليه بعده قوى شكله ما راح تتغير، ابعاده عن مركز الدوران ما راح تتغير بتاثير القوى والعزوم الخارجيه حول محور ثابت. هنا ان اما اثر عليه بقوى او عزوم، العزم ايضا قوه لكن عندنا تبعد ببعد عن محور الدوران حتى يتكون عندنا العزم. مثلا عندنا العجينه او الطين الصناعي، هذه اني من اثر عليها بقوه ابعادها الشكل راح يتغير، اي راح يكون قابل للتشويه. هنا ما اقدر هذا الشيء اعتبره جسم جاسب، لكن هسه اي جسم ذكرنا ناثر عليه الجاسب، اي صلد باي تاثير قوه او عزم، الشكل الخارجي الى مركز الدوران ما راح يبعد، البعد عن مركز الدوران ما راح يتغير، اسمي الجسم الجاسب. الحركة الدائرية إما تكون على مسار شاقولي أو مسار أفقي. المسار الشاقولي اللي نقصد به هو العمودي، عمودي يعني محور واي. بس هاي المحاور مالتنا هذا محور اكس وهذا محور واي، أي الحركة هنا راح تكون بهالشكل على محور واي، أسميها على مسار شاقولي. راح نعطي أمثلة وبنفس الوقت نقدر نمثلها بهاي الكرة البسيطة، أي حركة الجسم على محور واي بهالشكل، هذا أسميه مسار شاقولي. المثال على ذلك اللي هو دولاب الهواء، الشخص اللي جالس في دولاب الهواء، هذا مركز الدوران، هذه العربة اللي يجلس بها الشخص مثلا، هذا الشخص هنا، حركة هذا الشخص يقطع مسار دائري، يقطع اما يقطع جزء من دائرة او يقطع دورة كاملة. اذا حركة الشخص الجالس في دولاب الهواء اسميها حركة دائرية، لكن شلون يتحرك على يا مسار بهالشكل يدور؟ على مسار شاقولي. لكن حركة دولاب الهواء كله حول محور ثابت، نوع الحركة إله هي حركة دورانية اللي راح تكون الجزء الثاني من هذا الفصل. إذا هنا اللي على مسار شاقولي، النوع الآخر على مسار أفقي. على مسار أفقي أي على محور إكس، هنا ذكرنا محور واي، فعندنا هاي المحاور مالتنا هذا إكس وهنا عندي واي. إذا شلون راح تكون الحركة؟ راح تكون الحركة بهالشكل، أي على مسار أفقي. إذا نمثلها بالكرة يعني راح تكون بهالشكل، هذا اللي هو المسار الأفقي بهالشكل. اما الشاقولي ذكرنا قبل شويه هذا هو محور واي. مثال على حركه دائريه على مسار افقي، عندنا هنا هذا الشخص يحرك الطائره على مسار دائري، هذا خيط، نهايه الخيط هاي الطائره، فيحركها على شكل مسار دائري، مره تكون هنا تاخذ عدة المسار تقطع دورة كاملة، هاي هنا تتحرك بسرعة V.
إذا الشخص هنا حركة دائرية لهذه الطائرة لكن على يا مسار على مسار أفقي، بينما حركة الشخص الجالس في دولاب الهواء على مسار شاطئي. رح نتعرف على مفهوم الإزاحة الزاوية والسرعة الزاوية، لكن قبل أن أتعرف على مفهوم هاي المواضيع نسترجع الملاحظات والأمور الأساسية بالحركة الخطية، ورح نقارنها كيف راح تتغير الرموز بالحركة الدائرية. هسه احنا عندنا جسم موضوع على سطح أفقي، هذا الجسم إذا أثرنا عليه بقوة F راح ينتقل أي يتحرك حركة خطية من النقطة A إلى النقطة B، أي قاطع ماذا؟ إزاحة، قطع إزاحة من تحرك من النقطة A إلى B. رمز الإزاحة إيش راح يكون عندنا؟ X، حركة هذا الجسم من نقطة A إلى نقطة B. الرموز اللي مرت علينا هنا بالبداية كان إلى سرعة ابتدائية VI، وبعدين إلى أن مثلا توقف إلى سرعة نهائية VF. VI هي سرعة، بماذا تقاس؟ متر على ثانية. الحركة الخطية هنا الجسم من راح يتحرك حركة خطية، قانون السرعة شي يساوي لنا؟ الإزاحة المقطوعة لوحدة الزمن. الإزاحة والسرعة عندنا من الكميات الاتجاهية، بماذا تقاس الإزاحة؟ X تقاس بالمتر. بماذا يقاس الزمن؟ بالثواني. من تحرك من نقطة A إلى B أي أن الجسم امتلك تعجيل. ما هو التعجيل هنا بالحركة الخطية؟ كان التعجيل الخطي الرمز مالته كان A، كقانون المعدل الزمني للتغير بالسرعة، إما المقدار أو الاتجاه. التغير بالسرعة للتغير بالزمن، أما نذكر X على زمن أو دلتا X على التغير بالزمن. إذا هنا عندنا هذا التعجيل شي يمثل؟ أسميه تعجيل خطي. هنا عندي زمن، هنا عندنا إزاحة، وهنا عندنا السرعة، إما النهائية أو الابتدائية. هذا التعجيل الخطي وهاي الإزاحة، هاي كلها الأمور الأساسية وين كانت؟ بالحركة الخطية. الحركة الدائرية إيش راح يكون عندي؟ هذا مثلا قرص راح يتحرك، هذا هنا مركز الدوران، هاي النقطة هي مركز الدوران. المسافة من نقطة الدوران إلى أي نقطة على سطح هذا القرص تمثل لي البعد أي نص القطر، من هاي الشكل اللي عندي هو دائرة. فإذا تحرك هذا القرص من هاي النقطة A إلى النقطة B، أي هذا الجسم مش قطع، قطع مسار اللي هو أسميه طول القوس، هذا هو طول القوس أسميه S. فإذا أوصل هنا هذا أيضا يمثل لي نص القطر، هذا أيضا راح يمثل لنا نص القطر. إذا بهاي الحالة إيش راح تتكون عندي؟ زاوية. هذه الزاوية إيش راح أسميها؟ الإزاحة، الإزاحة الزاوية، هذه هي ثيتا. إيش راح تسوي لي من هذا الرسم اللي جسم الحرك من النقطة A إلى B؟ ثيتا تساوي S طول القوس على R اللي هو نصف القطر. هذه كمعلومات أساسية، وبعدين راح نتعرف على القوانين اللي نحتاجها بحل مسائلنا الرياضية بالنسبة إلى الحركة الدائرية. هذه قلنا ثيتا الإزاحة الزاوية، بماذا تقاس؟ تقاس وحدة جديدة راح تظهر عندكم أسميها راد. راد يعني راديان، أو بالعربي يسموها نقية، اللي نقصد بها هنا هي الزاوية نصف قطرية تقابل طول مسار القوس المقطوع.
لكن هذا الأي إذا اتحرك حركة كل قطع المسار كله نسميها حركة دائرية كاملة، أي راح يقطع محيط دائرة كامل. هسه احنا هنا نتعرف على فقط الرموز، السرعة النهائية أو السرعة الابتدائية راح نسميها أوميجا، هذه السرعة. بماذا تقاس؟ بالخطية كانت V متر على ثانية، هنا بالدائرية والدورانية راد على سكند، راديان على سكند على الثانية. هذه هي وحدة قياس السرعة. والإزاحة ذكرنا إنه هي اللي راح تمثل لنا ثيتا. التعجيل هنا الأي راح أسميه تعجيل مركزي، اللي هو حاليا أيضا يمثل لنا التغير بالسرعة على الزمن، اللي راح يتحول من الخطية إلى الدائرية، التغير بالسرعة التغير بالزمن، هذا أسميه تعجيل مركزي بالحركة الدائرية، لكن تعجيل خطي أي بالحركة الخطية. فعندنا هنا السرعة اللي هي الأوميجا تساوي التغير بالإزاحة على الزمن. لاحظوا هنا الفرق، السرعة بالخطية التغير بالإزاحة أكس على الزمن، بالدائرية الأوميجا التغير بالإزاحة الزاوية، يعني هذه إزاحة خطية، هنا إزاحة هاي الثيتا زاوية. فهسه هنا إذا تحرك هذا الجسم، هذا الجسيم تحرك من النقطة A وقطع دورة كاملة رجع إلى النقطة A، أي هنا ايش راح يكون؟ قطع مسار يمثل محيط الدائرة. يعني القانون شلون راح يصبح مالتنا؟ احنا ايش قلنا قبل شوية؟ إذا قطع المسافة من هنا لهنا بهاي الحالة ثيتا شو تساوي لنا؟ S المسار اللي قطعه هو طول هذا القوس S على R على نصف القطر، لكن إذا دورة كاملة ثيتا ايش راح تساوي لي؟ محيط الدائرة على R اللي هو يساوي 2 باي R، حتى يطلع لنا 360 درجة دورة كاملة على R، هذه هي الثيتا. هاي الآر ويا هاي الآر تروح، إذن اللي يبقى لنا الإزاحة هي ماذا؟ 2 باي، هاي راح نتعرف عليها بوحدة قياس الراد، ونشوف هاي التحويلات إن شاء الله بالحركة الدورانية. هاي بالنسبة إلى الإزاحة الزاوية والسرعة الزاوية. هسه راح نشوف الرموز، نكتب الرموز بصورة عامة بالحركة الخطية X إزاحة، هاي تمثل إزاحة زاوية. عندنا V سرعة متر على ثانية يقابلها أوميجا راد على الثانية، هاي تمثل سرعة وهنا تمثل سرعة زاوية، أي بزاوية. عندنا التعجيل متر على ثانية تربيع، وعندنا التعجيل أيضا متر على ثانية تربيع، لكن هذا أسميه تعجيل خطي، هنا أسميه تعجيل مركزي. الزاوية ناخذها بالحركة الدورانية. عندنا اللي ما يتغير هو تي الزمن بالثانية وتي الزمن بالثانية، هذا زمن هذا زمن، هاي الرموز الأساسية واللي راح تجينا حالة ثالثة جدول ثالث من ندخل بالحركة الدورانية. عندنا العلاقة بين الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي. الانطلاق المتوسط
هو المسافة المعدل الزمني للمسافة الخطية. هنا مرات نعطي اسم اما انطلاق او سرعة. كلمة متوسطة اللي مرت علينا بالفصل الثاني، انطلاق هنا يمثل السرعة في average، شي يمثل المعدل الزمني للمسافة الخطية. احنا اللي راح يقطع الجسيم طول مسار القوس على ماذا؟ على الزمن. لكن اكو احنا قبلها عندنا قانون، الجسم من يتحرك من هاي النقطة، من النقطة اي وصل للنقطة بي بزاوية ازاحة زاوية ثيتا. بهاي الحالة بما انه الازاحة الزاوية ايش كانت؟ مسار القوس على ار، او التغير بمسار القوس. من هاي المعادلة اذا اريد دلتا اس، حاصل ضرب الطرفين في حاصل ضرب الوسطين، ايش راح يساوي لنا؟ نصف القطر في الازاحه الزاويه. اذا اني هذه وين راح اعوضها؟ فمن نخلي هنا دلتا، هنا اكتب دلتا، هذه وين راح اعوضها؟ مكان المسافه الخطيه، المعدل الزمني للمسافه الخطيه. ايش راح يصبح عندنا القانون؟ ننتبه الفي افرج انزلها، نجي هنا، هذه ايش راح ينزل مكانها؟ تساوي ار التغير بالازاحه الزاويه على الزمن. قبل شويه ذكرنا مقارنه بين مفهوم الحركه الخطيه والحركه الدائريه. ازاحه على زمن ماذا يعطي؟ راح يعطي سرعه. اذا بما انه الأوميجا هي إزاحة على زمن، فإذا أنطيها التغير يعني أفرج، إذا إيش راح يصبح القانون؟ راح أعوض مكان التغير بالإزاحة، المعدل الزمني للتغير بالإزاحة إيش راح يعطيني؟ يعطيني الانطلاق الزاوي، أو كلمة سرعة زاوية إحنا ما عندنا مشكلة، إما انطلاق أو سرعة ذكرنا نذكر. في افرج راح يساوي ار في الانطلاق الزاوي. اذا راح يتحول القانون الى كالاتي: العلاقه بين الانطلاق الخطي هو في يساوي، والانطلاق الزاوي هو اوميجا، مضروب بمن؟ في نص القطر، بعد الجسيم عن مركز الدوران. إذا أقدر أكتب هذا القانون، اللي هذا طبعا القانون نحتاجه في حل، هذا كاشتقاق. مثلا يجينا سؤال اشتق العلاقة، أو اشتق العلاقة الرياضية، أو وضح العلاقة بين الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي. هذا القانون يستعمل في حل المسائل الرياضية. أقدر أكتبه بالشكل الآتي بالعربي، لكن ممنوع في أي ورقة امتحان يكتب قانون فيزيائي بالعربي. في هاي العلاقة بيناتهم، الانطلاق الخطي يساوي R بعد الجسيم عن مركز الدوران في أوميجا اللي هي الانطلاق الزاوي. هاي بالنسبة للعلاقة. طالبات، وصلنا إلى عندما يدور الجسيم دورة كاملة، فإن الانطلاق الخطي ايش راح يساوي؟ الانطلاق الخطي يمثل لنا في محيط الدائرة مقسوما على زمن الدورة الواحدة تي. يعني في ايش راح تساوي لنا؟ لأن انطلاق خطي V تساوي محيط الدائرة، محيط الدائرة اللي هو القطر في النسبة الثابتة، احنا نص القطر هو R، فنش نكتب 2 باي R،
مين آر يعني القطر في باي نسبة ثابتة، إذا هذا يمثل محيط الدائرة مقسوما على زمن الدورة الواحدة تي، البريود مالتنا هو تي، هذا الزمن تي كابتل لأن دورة واحدة. احنا عندما نتحرك الجسيم من النقطة A وراح للنقطة B، هنا قطع قلنا S طول المسار، مسار القوس المقطوع حركة هذا الجسيم، لكن من يتحرك دورة كاملة هنا نحتاج إلى T. شو راح نغير بيناتهم؟ بما أنه ال V قبل شوية العلاقة بين الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي شنو كانت؟ نصف القطر في الانطلاق الزاوي، إذا هذه وين راح أعوضها؟ راح أعوضها هنا. شو راح يصبح القانون؟ R نصف القطر في أوميجا تساوي 2 باي R على T. هذه الآر ويا هذه الآر تروح، اللي يبقى لي من الطرفين السرعة الزاوية أوميجا أو التردد الزاوي 2 باي على T. عندنا علاقة تربط بين التردد والزمن، علاقة عكسية، الزمن هو واحد على التردد، وإذا ردنا التردد هو واحد على الزمن لأن بسط ومقام التناسب بيناتهم عكسي، فكأنه عندي أنا هنا عندي واحد على T، إذا إيش راح أعوض مكانها؟ الأوميجا إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي 2 باي، واحد على T إيش أعوض مكانها؟ F. إذا أصبح عندنا قانون آخر من أجل حل المسائل الرياضية، أيضا يستخدم في حل المسائل الرياضية. هذا عندنا قانون، والقانون الآخر اللي هو العلاقة بين الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي، أيضا يستخدم في حل المسائل الرياضية. عندنا الانتباه إلى تذكر موجودة عندنا في الكتاب، الأوميجا السرعة الزاوية، عندي حالتين، الحالة إذا كان وحدة القياس ريفوليوشن على ثانية، هذه معناها تمثل لنا تردد الدوران، اي ريفوليوشن على ثانية تساوي لي هرتز، اي معناها تردد الدوران تمثل اف، فقط اذا كانت الاوميجا وحدة قياسها دورة ريفوليوشن على ثانية، لكن اذا كانت وحدة قياسها راد راديان على ثانية، هنا شو تمثل لنا؟ التردد الزاوي أوميجا، يبقى هو راد على سكند دورة التردد الزاوي أوميجا، لكن إذا دورة على ثانية هذا راح يمثل لنا تردد الدوران، واللي هسه راح نشوفه بالمثال رقم واحد اللي عندنا بالكتاب. عندنا طالبات هنا وصلنا إلى أول مثال بالنسبة للحركة الدائرية، قرص يدور بسرعة زاوية 5400 RPM، أريد أفهم شنو يعني أو ماذا نقصد بـ RPM. السرعة الزاوية هي أوميجا الرمز مالتها 5400 RPM، هذه نقصد بيها معناها revolution دورة per يعني على M اللي هي minute، يعني دورة على دقيقة، فقط نعطيني هاي المعلومة. اللي مطلوب من عندي التردد الزاوي، اكو مطلبين بآن واحد، ننتبه بنات، اريد التردد الزاوي
وزمن الدورة الواحدة. احنا الأوميجا المتعارف عليها قبل شوية بتذكر حددنا إذا كانت تقاس بدورة على ثانية تمثل تردد الدوران، لكن إذا كانت تقاس براد على ثانية تمثل تردد زاوية أو سرعة زاوية أو سرعة زاوية. زين بهاي الحالة احنا ايش راح نحول؟ احول الدقيقة الى ماذا؟ الى ثانية حتى اعتبرها شو تمثل؟ تمثل اف تردد الدوران. يعني ايش راح يصير الحل مالتنا؟ اوميجا تساوي 5400 كريفوليوشن، هذه ما احولها، ما عندي اي تحويل. على من؟ على منة الدقيقة واحد. في احول من الكبير للصغير، من الدقائق للثواني في 60 حتى تصبح بالسكند. بالثواني ايش راح يصير عندنا هنا؟ نختصر يطلع 90 ريفوليوشن دورة على ثانية. اذا معناها هذا الرقم اللي طلعنا شي يمثل لنا اف اللي هو تردد الدوران. حسب وحدة القياس هي اللي حكمت عندنا هنا واعتبرناها اف وليس اوميجا. هاي بالنسبة للمطلب الأول من فرع أي. رايد الزمن، العلاقة بين تي و اف، هذا طبعا اللي هو فرع أي. تي ايش راح تساوي لي؟ تساوي 1 على اف وتساوي 1 على 90. وحدة قياس الزمن هي ثانية سكن، فقط نبقيها بهالشكل. هاي بالنسبة إلى المطلب فرع أي. فرع بي شنو رايد من عندنا؟ إذا كان نصف القطر 28 سنتيمتر، طبعا احنا المتعارف عليه R يقاس المفروض بالمتر، فما هو الانطلاق الخطي؟ يعني المطلوب من عندنا إيجاد V لجسيم يقع على محيط القرص. احنا نكتب القانون وإذا أكو نقص أدور عليه. الانطلاق الخطي V، شنو القانون؟ يساوي عندنا قانونين نستعملها بحل المسائل الرياضية، R في أوميجا. نص القطر موجود، فقط أحول وحدة القياس. من اللي ما عندي أوميجا؟ أبحث عن إيجاد الأوميجا عن طريق من؟ الأوميجا لها قانون، ما طول عندنا الF تساوي 2 باي F وتساوي 2 باي في إيش قد التردد طلع لنا؟ 90. إذا ايش قد راح تساوي لنا؟ 180 باي. هذه أوميجا، تردد زاوية أو سرعة زاوية اللي هو راد على سكند. هسه أقدر أطلع في، أعوض في ايش راح تساوي؟ نص القطر بالسنتيمتر، أحول أقسمه على 100، من الكبير للصغير ذكرنا نقسم، راح يساوي 0.28. إذا 0.28% في ايش قد طلعت لنا الاوميجا؟ 180 باي. هذه باي اذا افتحها او تبقى بدلالتها ماكو مشكله، 0.28 في 180 في 22 على 7 ايش راح يساوي لنا؟ 1.58.4. انطلاق خطي، خطي وحدات القياس المتعارف عليها بالنسبة انطلاق، يعني ذكرنا بهذا الفصل يمثل أيضا سرعة، إذا هي وحدة قياسها متر على ثانية. هاي طالبات بنات بالنسبة إلى المثال رقم 1 اللي عندكم بالكتاب، وأيضا ناخذ مثال آخر نتعلم على طريقة حل مسائل الحركة الدائرية. طالبات نهاية الدرس، عندكم هذا الهومورك، أي من الأمثلة الآتية تمثل حركة دائرية: أولا حركة المروحة، ثانيا حركة حجر داخل إطار السيارة، ثالثا حركة سيارة على منعطف أفقي، رابعا حركة فوهة إطار الهواء في عجلة الدراجة،
وآخر نقطة حركة القرص السيدي. من خلال التعريف بين الحركة الفرق الدائرية والدورانية راح نقدر نعرف أنواع الحركة. الدائرية هي حركة الجسيم على مسار دائري يبعد ببعد معين عن مركز الدوران، أما الدورانية هي حركة الجسم حول محور معين.